الكلام للطائفة الكبرى، نسميها الطائفة الكبرى، الذين غشوا سواء علماؤهم أو عامتهم، غشت علماؤهم بعلمائهم الذين سلفوا من العلماء، ظنوا أننا ما قصرنا في أهل بيت نبي الله، وأننا نحب أهل بيت نبي الله، وأننا أدينا ما لنبي الله في أهل بيت نبي الله، إذ قال أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، انظروا كيف تخلفوني فيهم. قال هاتوا نفتش، هاتوا انظروا أين هم. أبدأ لكم بسؤال، سألوا من كل 199، من كل 1999، سألوا من كل 1000 من الطائفة الكبرى السنة، سألوهم لما قتل الحسين، إن كانوا يعلمون أنه قتل، إن كانت 99 أو 999، إن كانوا يعلمون أنه قتل، سألوهم عن كم من السنين قتل، كم كان سنه إذ قتل، كم كان سنه إذ ذبح. سمعوني الناس قبل عامين، كان في كلامي إشارات كثيرات، كنت أبكي على الحسن وعلى الحسين، وكنت أتماسك عبرتي حتى أتم كلمتي، إنما لو فطن السامع وتنبه السامع كان يعلم أننا كلمنا في أهل بيت نبي الله، وأننا خدعنا بالطائفة الكبرى في أهل بيت نبي الله. أنت الذي يسمعني الآن، أنت أخي من المسلمين، شبت أم كنت شابا أو فتى أو غلاما في المسلمين، رجلا أو امرأة، سل نفسك كم كان سن ابن بنت نبيك حين ذبح، حيث ذبح كم كان سنه. الآن سلوا أنفسكم، لو قطعت الكلام وأنا أتكلم ثم أجبت نفسك، أو سألت من حولك، أباك، أمك، إخوانك، أخواتك، أهل بيتك، سألهم كم كان سن الرجل الصبت حين ذبحه المسلمون، لا فارس ولا الروم. قال عليه صلوات الله أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، نبأه العليم الخبير. عندنا في آثارنا، إذا قلت في آثارنا تجوزا، في آثار الطائفة الكبرى، أنا أدين بآثار المسلمين، في آثار الطائفة الكبرى أن نبي الله نبئ والحسن غلام صغير أن ابنك هذا مقتول، تقتله أمتك. فسألوا أنفسكم كم كان سنه. قبل أن أتيكم بزيادة على عامين، كنت أسأل من حولي كلما لقيت حاملا وصية نبي الله، مذكرا بتذكرة نبي الله، أسأل ابن الطائفة الكبرى كم كان سنه. بعضهم ورب السماء ناهز 80. قلت له كم كان سن الحسين حين قتل؟ قال من الحسين؟ لم يكن يعرف من الحسين.